نص مليون جنيه حتة واحدة في خلال يومين بالكتير، لازم اتحرك بسرعة. انت عايز المبلغ ده كله ليه يا أشرف؟ عمر يا سعد محتاج نقل قلب جديد. الله لا قوة إلا بالله. قلب جديد؟ حبيبي يا عمر، والقلب الجديد ده هيتكلف المبلغ ده كله؟ ده نص المبلغ بس، في 600 تانيين أدفعهم على دفعات. لا إله إلا الله. أرجوك يا مختار، اسحب لي المبلغ بسرعة وبعد كده أبقى أخصمه من الميراث. ما هو أصل أصل إيه؟ هي فيها أصل؟ دي حالة حرجة، وبعدين أنت الوحيد اللي معاك توكيل من بابا الله يرحمه. بس التوكيل يعتبر لاغي بسبب الوفاة، يعني لازم نستنى إعلام الوراثة. أيوة بس أنت ليك حق التوقيع والصرف من حساب بابا، يعني ممكن بكرة الصبح تروح البنك وتسحبهم لي. ما هو أصل أصل إيه؟ ما تتكلم. أنا ما كنتش عايز أتكلم، بس أنتوا كده هتضطروني إن أقول لكم. تقول يا مختار؟ أنا مش فاهم حاجة. حسابات البنوك كلها فاضية، والفيلا والمحل والمدبغة وحتى شهادة اسكندرية مرهونين للبنك.